الوطي الصليبي دي يعني من 6 لـ9 شهور يعني. خلينا نروح لكرة بلس، والأهلي يحسم موقف أليو بادجي نهاية الموسم. ده صح 100%، خبر صحيح 100%. أليو بادجي ماشي بشكل كويس جدا مع فريق أميان الفرنسي، وبيحرز أهداف بغزارة ومتألق، وأحد أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بصراحة. في حتة عودته أو لا، دي هيتم اتخاذ القرار فيها مع الاقتراب من نهاية الموسم. احنا لسه بدري، احنا في نص الموسم أو حتى في بداية، يعتبر هنا في مصر وفي أفريقيا، لأن أنت لسه لعبت 7 ماتشات بس في الدوري، لسه عندك أفريقيا، لسه الموسم طويل يعني. فالقرار هيتم اتخاذه بشكل رسمي مع اقتراب نهاية الموسم، سواء بعودة اللاعب أو لا. لكن هو بصراحة ماشي بشكل كويس، لكن الأدرى دايما الجهاز الفني ولجنة التخطيط في النادي هم الأدرى بالقرار الأنسب. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقة الترند النهاردة. استنونا.